وهانتي سيداتي شوفي على المطبخ كي داير. البلاصه ديال الميكرووند بوحديتها، البلاصه ديال الفران ديال الثلاجه، لا هوت لا بلاك. كاين عندي بالكون فين غادي ندير شوفو لا ماشين لافي، وتا الاطلاله عندي من البالكون ديالي اللي هي فارغه قدامي فضاء اللي هو اخضر من هاد الناحيه. بالنسبه للعقار ديال اليوم، هي انه كيتواجد على مقربه من واحد من اكبر الشوارع في المدينه، وحده المرافق كاملين اللي تنبغيو، طاكسي، طوبيس، سويقه، اي حاجه احتاجيناها كنلقاوها على مقربه مع هاد العقار. وهذه هي الشقه ولا بلاش؟ هاد النوع ديال الشقق هو اللي كيحتل المرتبه الاولى بيد المنازع. علاش؟ اول حاجه هي انني كنسكن بوحديتي في الطبق ما حدايا حتى شي جا، هذه الاولى. الثانيه هي الفصاله اللي كلشي تيعشقها وكنبغيوها كاملين، يكون عندي السيجور ديالي فين غادي ندير اجمل اوقات مع اولادي، والصالون بوحدو، ونزيدو عليها تكون فيها الفينيسيون ديال 2024، الفينيسيون اللي هي جديده. نبداو زياره ديال هاد الشقة كيما جرات العادة باش نتعرفوا أول شيء على الفصالة. نبدا لكم من الباب، أجيو نشوفوا المدخل الرئيسي للعقار ديالي فين جا، اللي هو هذا، اللي هو عبارة عن باب اللي هي مقاومة للكسر. وعندي الدرجات ديالي هنا، هما هادو جاو بالإينوكس، هما قدامي حتى شي واحد، وكنتواجد في عمارة اللي هي أر بلوس تخو، بما معناه أر بلوس تخو، السقف اللي دايرين فيه كراجات، وكل طبق فيه برهنة. المساحة ديال العقار ديالي اليوم هي أهم شيء. المساحة ديالي ديال برمي إيطاج هي 152 متر مربع، إذا مساحة اللي مطلوبة مطلوبة بزاف. أما بالنسبة للواجهة اللي كنطلع عليها، فعندي واحد لافيو اللي هي ممتازة، لا من ناحية ديال البالكون ديال المطبخ ديالي، لا من ناحية ديال الصالون. شوفوا معايا الديكورات كيفاش. كنقول لكم أعزائي المشاهدين، أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس أبث لكم هذا العرض، وألقي عليكم أجمل السلام فيما كنتم كتشاهدوني من داخل المغرب أو خارج المغرب. كنقول لكم فمرحبا ألف مرحبا بكم في العروض الممتازة اللي كيبت لكم طارق. شفنا صالونات ولا شفنا صالون أون سيجور، غادي نتوجه بكم باش غادي تشوفوا معايا المطبخ. البلاصة فين كنتواجد، كنقول لكم كنتواجد بمدينة مكناس، وبالضبط البلاصة على مقربة من واحد من أكبر الشوارع بمدينة مكناس، ألا وهو شارع فريد الأنصاري. هي دوبل فوال كبيرة المؤدية إلى أسيما، حداها راني كنتواجد. الشارع قريب ليا، الشارع بيني وبينه تقريبا واحد جوج ديال دقيقة أو 30 ثانية باش بعيد عليا هاد الشارع هذا. شوفوا معايا المطبخ، كي المطبخ اللي هو كبير، ونزيدكم هي أن كاين البالكون ديالي من هنا. نكملوا الجولة ديالنا، نمشيو نشوفوا الغرف، نشوفوا غرفة بغرفة. ندير هاد الديكور هذا هنا. المساحة كما قلت 152 كاينة في الطابق الأول، برمي إيطاج فيه مساحة اللي هي كبيرة. هنا عندي حمام في الغرفة ديال الوالدين، كاين دوش، عندي دريسينغ، وعندي هنايا الغرف، عندي هنا غرفة، غرفة اللي هي كبيرة كتمتد من مساحة اللي هي طويلة. بالنسبة للبرومي إيطاج، الطبق الأول كما قلت فيه 152 متر مربع. بالنسبة للطبق الأول اللي فيه 152 متر مربع، فطالبين فيه الثمن ديال 85 مليون. خان عندها الثمن هو 85 مليون، وكانت تعجب لامبروبا وبالعالة واحد من أكبر الشوارع بمدينة مكناس، أنا هو شارع فريد الأنصاري، والشارع الجديد اللي كيتصاوب اللي غادي يتقسم ولا المرجان ماركت. عندي هنا شوف مع الغرفة الثانية 85 مليون بالنسبة للطابق الأول. أما بالنسبة للطابق الثالث فحاسبين بواحد 80 مليون. اللي بغا يشوف هاد العقار فما هي الاتصال والتواصل معايا، وانا راه الاشاره راه الخدمه ديالكم اعزائي المشاهدين من اجل زياره هذا العرض على ارض الواقع. نقول لكم كان معكم طارق، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله، في عروض شيقه من هذه الفئه ان شاء الله عما قريب.